تم تأجيل اجتماع لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة لوجود بعض زملاء أعضاء اللجنة خارج البلاد، فسيكون هناك اجتماع للجنة على هامش جلسة يوم الأربعاء إن شاء الله بعد يومين، وسيتم التصويت على كل المقترحات المقدمة من الزملاء النواب بما فيها إعاقة العين الواحدة، وذلك طبعا التزاما مني ومن زملائي بإضافة العين الواحدة من خلال المقترحات المقدمة، خصوصا أن أيضا حاصلين على أحكام قضائية تدعم هذه الفئة.